يا صاحبين الاخوين يا صاحبين الدين، لك احنا متنا خوف، لك متنا جوع، لك متنا قصف، لك ما عد فينا مروة ولا عد فينا عزم ولا عد فينا لسان نحكي. احنا داخلين على الله وعليكم ان تدبرونا لنا نطلع من هالبلاد. دبرونا ان هالقصف لأبعينا، لك هاي اطفال بلا اكل بلا شرب بلا سكر بلا برغل بلا رز بلا خبز بلا شي، واحنا قاعدين بالابو، لك ما في شي ننام، لك لا في شي نعود، لك لا في مي لا في اكل لا في شرب، لك هالقصف ذبحنا موتنا موتنا من شان الله من شان الله من شان النبي من شان من شان كل شيء له شان عند الله. ان دبرونا من هالقصف من هالحرب، ما عاد فينا لك ما عاد فينا نوم لا فينا نعود، لك من شان الله دبرونا لا باكل لا بشرب لا بشي ولا بسيالك. وشلون قاعدين بخرابات قاعدين بخرابات، هلا بتدب علينا هلا بتدب علينا، لك ذبحونا ذبح بالبراميل والطيارات بالقصائب بالرشمه